السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخوان. هل تسمعونني؟ السلام عليكم، هل الصوت واضح؟ هل تسمعونني رجاء؟ هل الصوت واضح رجاء؟ لو تكتبون لي جزاكم الله خير حتى أتأكد أنه الصوت واضح. طيب، إذا مرحبا بكم أخواني أخواتي في هذا اللقاء، في هذين اللقاءين عفوا الحيين الخامس والسادس لمقرر مبادئ الإدارة العام الجامعي 1438 1439 الفصل الصيفي. انتظر بضع لحظات إضافية لعله يلتحق مزيد من الأخوة والأخوات هذين اللقاءين الحيين اليوم. اليوم بإذن الله سنواصل في الجزء الأول، سنواصل الحديث عن وظائف الإدارة. شفنا المرة الماضية وظيفتي التخطيط والتنظيم، اليوم بناخذ بعض الأفكار حول وظيفتي التوجيه والرقابة، وأيضا نختم الجزء الأول بموضوع سريع نوضح من خلاله أهمية الإدارة، وذلك عبر استعراض علاقة علم الإدارة ببعض العلوم الأخرى. هذا كله في النصف الأول. في النصف الثاني من المحاضرة سوف نبدأ الحديث عن المراحل الأولى لتطور الفكر الإداري، ورح ندرس فيه ثلاث نظريات تقليدية إن شئنا: نظرية الإدارة العلمية، نظرية شمولية الإدارة، وكذلك البيروقراطية. اليوم نتحدث على النظريات هذه التقليدية، والمحاضرة المقبلة نتحدث عن باقي النظريات الإدارية. إذا قلنا سنواصل الحديث حول يعني بقية وظائف الإدارة. الوظيفة اللي راح نبدأ بها اليوم هي الوظيفة الثالثة، وظيفة التوجيه. أخذنا عنها فكرة سريعة المرة الماضية. وظيفة التوجيه هي وظيفة إدارية كما هو الحال بالنسبة لوظيفتي التخطيط والتنظيم، وهي وظيفة تعنى بدفع المشروع للسير أو دفع المنشأة للسير إلى الأمام والتقدم بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف المرسومة. يعني قلنا إحنا سابقا أن الوظيفة هذه تعنى بكيفية تسيير العمال ودفع تسيير العمل عفوا ودفع العمال على القيام بوظائفهم حتى نستطيع أن نحقق أهداف المنشأة. وهنا رسالة نسأل كيف نستطيع أن ندفع العمال حتى يقوموا بوظائفهم. في الواقع في وظيفة التوجيه أو وظيفة التوجيه هي وظيفة قائمة على ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى التحفيز، نستطيع أن ندفع الآخرين أو الموظفين أنهم يقومون بأعمالهم عبر التحفيز. الركيزة الثانية القيادة، القائد هو الذي يستطيع أن يدفع الآخرين أو يؤثر على سلوك الآخرين حتى يقومون بعملهم على أحسن وجه. والركيزة الثالثة
عفوا، الركيزة الثالثة هي الاتصال. الاتصال بطبيعة الحال لا أستطيع أنه أدفع الموظفين أنهم يقومون بأعمالي إذا لم يكن هنالك اتصال وتواصل وتبادل المعلومة بين المدير والموظفين. إذا قلنا ثلاث ركائز أساسية: التحفيز، القيادة، والاتصال. بالنسبة للتحفيز، نعلم جيدا إخواني أخواتي أن التحفيز أو الحوافز مهمة جدا، إذ أنها تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، تؤدي إلى زيادة ولاء الموظفين لعمله، ترغب الموظفين في أنهم يقومون بعملهم، وبالتالي يعني عملية التحفيز أو ركيزة التحفيز هي ركيزة مهمة جدا حتى نستطيع أن نوجه الموظفين ونقوم بوظيفة التوجيه على أحسن وجه. بالنسبة للقيادة، القيادة يمكن تعريفها على أنها عملية تأثير بالناس بطريقة معينة تجعلهم يساهمون في تحقيق أهداف المشروع. وهنا لسان الناس كيف أستطيع أن أؤثر في الموظفين وأؤثر في الناس. في الواقع هنالك عدة طرق أو عدة أنماط قيادية، وكل نمط مناسب في وضعية معينة وفي منشأة معينة. علميا وحتى تاريخيا الأنماط القيادية المشهورة أكثر هي أربعة أنماط. عامة النمط الأول هي القيادة الدكتاتورية. القائد المدير قد يتبع هذا النمط الدكتاتوري، وبالتالي سوف يكون قائد ومدير متميز بالمركزية المطلقة، بالسلطة المطلقة، بحيث أن يجبر عفوا الموظفين والمرؤوسين على العمل بطريقة فيها شدة بشكل كبير، ويستخدم أسلوب التهديد والإكراه. يعني إن لم تقم بعملك سوف أقوم بطردك مثلا. أوكي؟ هذا قائد يعني دكتاتوري، فليس له يعني ليس يعني بالنسبة إليه الموظفين لن يشتغلوا إلا عبر إجبارهم على العمل، ويعني اتباع الشدة في إدارة المنشأة. في نمط آخر وفي نوع آخر قيادي، اللي هو القيادة الأوتوقراطية. النمط الثاني إخواني أخواتي هي القيادة الأوتوقراطية، والقائد الأوتوقراطي هو كذلك قائد مركزي، يعني يستعمل المركزية بشكل كبير. بين قوسين إخواني أخواتي، وش المقصود بالمركزية؟ المركزية هو يعني أن كل السلطات داخل المنشأة، سلطات اتخاذ القرار إلى آخره، موجودة عند شخص واحد أو جهة واحدة، هذا هو المركزية. أوكي؟ إذا القائد الأوتوقراطي هو كذلك قائد مركزي، ولكنه ليس ديكتاتوريا، فهو لا يستخدم أسلوب التهديد ولكن يستخدم أسلوب الإقناع. يعني عادة القائد الأوتوقراطي هو لا يقبل الرأي المخالف، ولكنه ويفرض بطبيعة الحال لا يقبل الرأي، وبالتالي يفرض رأيه ويفرض قراره، ولكن ليس بالتهديد، إنما إيش؟ بالإقناع. يعني يحاول من خلال شخصيته القوية أن يؤثر على الآخرين ويدفعهم أنهم يمتثلون لأوامره. النمط الثالث أخواني أخواتي قد نجده عند بعض المدراء هي القيادة الديمقراطية. القائد الديمقراطي هو شخص يعتمد مبدأ الشورى، هو قائد يعتمد مبدأ الشورى ويعتمد مبدأ اشتراك الآخرين في اتخاذ القرارات، وبالتالي فصناعة القرارات هنا لا تكون بطريقة منفردة أو مركزية، ولكن تكون بطريقة إيش؟ جماعية. بالضبط، هذا قد يكون مناسب في وضعيات معينة بطبيعة الحال. في عندنا نمط رابع أخير، ويستخدم في حالات خاصة جدا، هي قيادة عدم التدخل. يعني إيش قيادة عدم التدخل؟ يعني أنه هنا القائد لا يتدخل حتى في اتخاذ القرارات. هذا النمط يستخدم، قلنا هو خاص جدا، يستخدم في مراكز الأبحاث العلمية خاصة أو في المستشفيات. يعني مثال، إحنا لما نيجي نقول مستشفى، مدير مستشفى اللي هو المفروض لازم يكون قائد، هل مدير المستشفى يستطيع أن يفرض على طبيب جراح أن يقوم بعملية جراحية بطريقة معينة؟ لا، لا يستطيع ذلك، لأنه أكثر شخص مختص ويستطيع اتخاذ القرار المناسب هو الطبيب الجراح نفسه، وليس
المدير، مدير المستشفى. وبالتالي مدير المستشفى لا يتدخل في عمل مثال الطبيب. هنا يعني يسمى هذا النمط قيادة ايش؟ عدم التدخل. بطبيعة الحال اخواني اخواتي، ممكن البعض يقول اوكي طيب، وش هو افضل نمط قيادي؟ لا يوجد افضل نمط قيادي على الاطلاق. كل نمط هو مناسب في وضعيات معينة. يعني احنا هنا على سبيل المثال قلنا انه في قيادة عدم التدخل، اذا كنا في مستشفى او في مركز ابحاث علمية، يعني كل الموظفين هم اشخاص عندهم كفاءات علمية عالية جدا، هنا نستخدم نمط قيادة عدم التدخل. بينما إذا كنا مثال مدير منشأة، الموظفين هم أشخاص مستواهم التعليمي مثال بسيط جدا، ممكن البعض منهم لا يحسن القراءة والكتابة، فهنا بطبيعة الحال لا نستطيع أن نعتمد نمط قيادي ديمقراطي أو عدم تدخل، لا، يجب أن يكون دكتاتوري أو أوتوقراطي، وإلا فهذا العمل سوف لن يكون بالطريقة الأفضل. أوكي؟ في كل الأحوال إخواني أخواتي، سواء كنا نعتمد نمط ديمقراطي أوتوقراطي دكتاتوري مهما كان النمط، القائد الناجح هو الذي يتمتع بمجموعة خصائص، وعندنا هنا 5 خصائص للقائد الناجح، ناخذها سريعا، خصائص مهمة. عندنا أول شيء، القائد الناجح سواء كان أوتوقراطي ديمقراطي أو غيره، القائد الناجح هو الذي يتمتع بمستوى ذكاء أعلى من مستوى ذكاء أتباعه أو مرؤوسيه. إذا كان القائد ذكاؤه بسيط أو أقل من ذكاء الموظفين، فلن يستطيع التأثير عليهم، وبالتالي لن يستطيع قيادتهم. أيضا من خصائص القائد الناجح أن يتمتع بسعة الأفق وامتداد التفكير وسداد الرأي، خلينا نقول، يعني يكون شخص عنده نظرة مستقبلية، شخص قادر أن ينظر إلى المستقبل وعنده قدرة على التنبؤ بما قد سيحدث مثال في البيئة السوقية أو في السوق. كذلك من خصائص القائد الناجح أن يتمتع بطلاقة اللسان، أن يكون عنده لباقة في الكلام، يعني الشخص أو المدير أو القائد لما يكون فصيح يصبح عنده قدرة على التأثير في الآخرين، هذا مهم جدا. أيضا من خصائص القائد الناجح أن يتمتع بالاتزان العاطفي وبالنضج العقلاني، يعني يكون شخص عنده قدرة على التحليل المنطقي، عنده شخص يعني متزن، لا يتسرع في الحكم على الأشياء، لا يتسرع يعني في اتخاذ القرارات، يعني يكون عنده نضج واتزان عاطفي، هذا مهم جدا. أيضا مهم جدا أن القائد، أو أن يتمتع القائد بقوة الشخصية، بقوة الشخصية. القائد اللي بتكون عنده شخصية قوية يكون شخص قادر أن يؤثر في الآخرين، اللي بتكون شخصيته ضعيفة أو مهزوز لا يستطيع أن يقود الآخرين. أوكي؟ هذا تقريبا أهم ما يخص القيادة. بالنسبة للركيزة الثالثة اللي هي الاتصال، قلنا عنه إذا أردنا أن نوجه الآخرين، نوجه الموظفين، يجب أن يكون هنالك قدرة على الاتصال يعني أن يكون هنالك سهولة في الاتصال والتواصل. يعني نقول إحنا اتصال، يعني إيش اتصال؟ يعني تبادل معلومات، تبادل أفكار، تبادل آراء. إذا لم يكن هنالك اتصال بينك وبين الموظفين، كيف ستستطيع توجيههم؟ كيف ستستطيع إعطائهم الأوامر؟ وكيف ستستطيع قيادتهم؟ أوكي؟ الاتصال، كوميونيكيشن، الاتصال هذه نقطة مهمة جدا للإداري الناجح. وهنا لعل البعض يقول أوكي، كيف يمكن يكون الاتصال هذا فعال ويمكنني من توجيه الآخرين؟ الاتصال حتى يكون فعال أخواني أخواتي، يجب أن تجتمع فيه مجموعة من المقومات، مجموعة من الخصائص إن شاء الله. يعني على سبيل المثال دقة المعلومة، المعلومة الدقيقة هذه أول عنصر يؤدي إلى كفاءة وإلى فعالية الاتصال. إذا كنت سوف تعطي معلومة غير صحيحة، وش اللي ممكن يحصل؟ المتقبل يصبح في المستقبل لا يثق بك، يقول لك أنت بتعطيني في كل مرة معلومة مغلوطة، إذا سوف
لن استمع الى رايك ولن انفذ قراراتك لانك انت تعطيني معلومه خاطئه. اذا دقه المعلومه هذه مهم جدا من مقومات الاتصال الفعال. من مقومات الاتصال الفعال كذلك اخواني اخواتي التوقيت المناسب لتوجيه الرساله. التوقيت المناسب يعني مثلا اذا اردت انك تعطي معلومه مهمه جدا لاشخاص يجب ان تختار التوقيت المناسب. يعني بيكون الشخص او الاشخاص هذول مشغولون بشكل كبير وفي نهايه يعني اليوم بيكونوا يعني في حاله من التعب الى اخره، يجب ان تختار التوقيت المناسب حتى تصل المعلومه كما هي ويتم تقبلها بالشكل المطلوب. ايضا الثقه بمصدر الرساله. إذا كان الموظف لا يثق فيك في أي رسالة سوف ترسلها إليه سوف لن يصدقها وسوف لن ينفذها. أيضا أن تكون الرسالة بلغة يفهمها مستقبل الرسالة. يعني مثال أنت عندك موظف يشتغل معك، موظف خلينا نقول لا يحسن اللغة العربية. إذا أرسلت أنت رسالة باللغة العربية سوف لن يفهمها وبالتالي سوف لن يستطيع تنفيذ يعني المحتوى ويفهم الامر المطلوب منه. كذلك مهم جدا ان الرساله تتضمن معلومات جديده. اذا كنت في كل مره راح تعطيهم نفس المعلومه مش فائده الاتصال. ما راح يكون في ولا فائده في عمليه الاتصال والتواصل. ايضا من مقومات الاتصال الفعال وهذه نقطه مهمه جدا الصراحه والصدق. يجب ان تكون صريح. الصراحة تولد ثقة بينك وبين الموظفين، يصبح الموظف دائما يعني يمتثل لأوامرك بسهولة لأنه لديه ثقة في المعلومة اللي أنت بتعطيها له. ليش؟ لأنه أنت صريح وصادق معه. أيضا استخدام وسائل الإيضاح، مثال كاستخدام رسومات، جداول، صور. في بعض الأحيان المعلومة لما ترسلها بطريقة نصية تكون غير مفهومة، تكون مثال محتواها خلينا نقول من الناحية الكمية محتواها يعني ثقيل أو كثيف من الناحية الكمية، فمهم جدا أنك تستعمل مثال جداول أو تستعمل مثال رسومات. الأمور هذه ممكن تبسط المفهوم وتجعل تقبل الرسالة يكون سهل وسهل جدا. وأخيرا وأخيرا من مقومات الاتصال الفعال التأكد من وصول الرسالة. يعني اللي بنسميه احنا التغذيه الراجعه او التغذيه العكسيه بالانجليزي يسمونها فيدباك. اوكي انا ارسلت رساله او ارسلت امر يجب على مثال بالايميل، يجب علي ان اتاكد ان هذا الامر او هذه الرساله فعلا وصلت الى المتقبل حتى لا احاسبه بعدين يقول لك اوكي انت الرساله ما وصلتنيش كيف تحاسبني. فمهم جدا ان نتاكد من وصول الرسالة. بطبيعة الحال هذه من مقومات الاتصال الفعال. هذا إذا يعني فيما يخص وظيفة التوجيه. الوظيفة الأخيرة وظيفة الوظائف الإدارة هي وظيفة الرقابة. صحيح أن التخطيط والتنظيم والتوجيه مهمين جدا، ولكن لا يكتمل أو لا تكتمل الأمور بدون رقابة. إذا لم أمارس دور الرقابة على النتائج كيف سوف أستطيع الحكم على هذه النتائج؟ هل هي نتائج جيدة أو سيئة؟ لا أستطيع إلا إذا قمت بالرقابة عليها. يعني إيش؟ قمت بمقارنتها بما هو متوقع. إذا الرقابة أخواني أخواتي هي عملية قياس للإنجاز المتحقق وفقا للأهداف المرصودة. أقيس النتائج المحققة و أقارنها بالأهداف المرسومة وأشوف إذا كانت مطابقة للأهداف إذا الأمور طيبة، إذا لم تكن يعني إذا لم تكن يعني مطابقة عفوا لما تم التخطيط له يعني هنالك خلل في العملية الإدارية. وفي الواقع الرقابة أو أهداف الرقابة يمكن أن نلخصها في ثلاث أهداف رئيسية وهذه نقاط كذلك مهمة جدا. أول شيء أول هدف من أهداف الرقابة هي حماية الصالح العام. لماذا نراقب؟ لماذا نقوم بدورنا الرقابي؟ حتى نحمي المصلحة العامة، المصلحة المشتركة، هذه مهم جدا. النقطة الثانية التي توضح أو اللي هي من أهداف الرقابة
توجيه القيادة العليا داخل المنشأة. المراقب وظيفته أنه إيش؟ يوضح الأمور للقيادة العليا ويحثها على التدخل السريع من أجل إصلاح الأمور، من أجل إصلاح الأمور ومن أجل يعني حماية الصالح العام. كذلك من أهداف الرقابة أخواني أخواتي محاربة الفساد الإداري. يعني الرقابة هي التي ستمكننا من كشف العناصر المتسببة في أي فساد إداري حتى نحمي يعني الإدارة، نحمي المنشآت ونحمي المصلحة العامة. إذا ثلاث أهداف للرقابة، ثلاث أهداف رئيسية هي حماية الصالح العام، توجيه القيادة العليا ومحاربة الفساد الإداري. هنا رسالة يسألك كيف يستطيع أن أحقق هذه الأهداف. في الواقع تحقيق هذه الأهداف يمر عبر يعني المضي بمجموعة خطوات، خلينا نقول، لأن الرقابة ليست فقط أوكي مباشرة أشوف شيء النتائج، لا، هنالك خلينا نقول خطوات أو مراحل، وهذه الخطوات مهمة جدا والترتيب كذلك مهم بما أنها خطوات. الخطوة الأولى هي تحديد المعايير. الخطوة الأولى من خطوات الرقابة أخواني أخواتي هي تحديد المعايير، يعني أضع معايير يتم بموجبها قياس مدى التقدم أو التأخر في تحقيق الأهداف. الخطوة الثانية هي مقارنة النتائج، يعني أحاول بعد ما أنهيت العمل أحاول أن أشوف النتائج المحققة وأقارنها مع المعايير. إذا كان هنالك تطابق أوكي الأمور جيدة، وإذا لم يكن هنالك تطابق فعلي أن أمر إلى المرحلة الثالثة اللي هي قياس الفروق. لماذا هنالك فرق أو لماذا تمت ملاحظة فروق بين 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 النتائج والمعايير؟ أشوف وش هي الفروق وأيضا أحاول تحليل وش أسباب هذه الفروق. أوكي؟ يعني لما يكون عندي فرق بين النتائج وبين المعايير أحاول أن أشوف لماذا حصلت هذه الفروق. وبناء على هذه العملية سوف أمر إلى المرحلة الأخيرة الرابعة اللي هي تصحيح الانحرافات ومتابعة سير تنفيذ الخطة التصحيحية. يعني الخطوة الأخيرة هذه أني إيش أحاول أني أصحح الخطأ. بعد ما اكتشفت أن هنالك فروقات بين النتائج وبين الأهداف وحاولت أني أتعرف على الأسباب، تعرفت على الأسباب، إذا هنا سوف أحاول اتخاذ قرار لتصحيح الانحرافات حتى لا تتكرر هذه الأمور مستقبلا. وفي الواقع أهمية الرقابة يعني تبرز حتى من 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 من, من الأنواع المتزايدة للعملية الرقابية. يعني الرقابة ليست دائما انتظر لتحقيق النتائج وشوف وش هي النتائج، لا، الرقابة هي أكثر من ذلك. الرقابة أخواني أخواتي قد تكون رقابة سابقة، يعني إيش؟ يعني قبل تحقيق النتائج، وراقب قبل النتائج حتى أتفادى حدوث أخطاء. الرقابة قد تكون لاحقة كما شفنا قبل شوي، يعني إيش؟ أشوف النتائج وأقارنها مع الأهداف. الرقابة أخواني أخواتي قد تكون مباشرة، يعني أضع موظف تحت الرقابة الدائمة. وقد تكون رقابة إيش؟ غير مباشرة، يعني إيش؟ يعني أمر على الموظفين بشكل ودي وكأني أقوم بزيارتهم، ولكن أنا في الواقع أراقبهم بطريقة غير مباشرة. إذا هنالك عدة طرق للرقابة في الواقع، وهذا يبين أهمية وظيفة الرقابة لنجاح العملية الإدارية كافة. وهذا يحيلنا للحديث سريعا عن خصائص نظام الرقابة الفعال. كيف أستطيع أن أحكم أن النظام الرقابي فعال أم لا؟ راح نشوف، نحاول نشوفهم سريعا. أول شيء أخواني أخواتي، لا بد أن يكون نظام الرقابة مقبول من أعضاء المنظمة. نظام الرقابة يجب أن يكون إيش؟ مقبولا من أعضاء المنظمة. يعني إذا وضعت أنا شخص مراقب على موظفين، والموظفين هذول عندهم مشاكل خاصة مثال مع هذا المراقب، فمنذ البداية واضح أن العمل الرقابي سوف يكون فاشل، لأنه هنالك إشكاليات، هنالك عدم قبول بهذا النظام الرقابي. أيضا من خصائص النظام الرقابي الفعال تركيزه على النقاط الأهم، يعني المرور من الأهم إلى
المهم، يعني لابد أن نركز على النقاط الأكثر أهمية ثم ننظر إلى النقاط الأقل، حتى يعني تكون العملية الرقابية أفضل وأكثر شمولية. كذلك مهم جدا مراعاة الجدوى الاقتصادية، يعني لا فائدة في اعتماد نظام رقابي مكلف، لأنه تكاليف إضافية، هذا سوف يثقل كاهل المنشأة، وبالتالي إذا نظام الرقابة لا يجب أن يكون ضاعف الثمن. أيضا من النقاط المهمة التي توضح يعني فعالية العمل الرقابي أو الرقابة هي سرعة الإجراءات. إذا قمت بإعداد تقرير رقابي يجب أن يصل هذا التقرير سريعا إلى المدير المسؤول عن اتخاذ القرارات. لماذا؟ لأنه إذا لاحظت هنالك فروقات أو مشاكل يجب أن تتم عملية اتخاذ القرار، وعملية القيام بالإجراءات التصحيحية يجب أن تكون سريعة، وإلا سوف يعني إضاعة الوقت، هذا ليس في المصلحة. إضاعة الوقت يعني إيش؟ يعني الخلل يتواصل، وهذا ليس جيدا للمنشأة. أيضا دقة التقارير، يجب أن تكون التقارير دقيقة وصحيحة. تقرير غير صحيح يعني إيش إخواني أخواتي؟ يعني راح يعطينا فكرة مغلوطة عن الواقع، وبالتالي حتى عملية اتخاذ القرارات بعدين راح تكون عملية مغلوطة. إذا مهم جدا التقارير الرقابية تكون دقيقة. سهولة الفهم، النظام الرقابي يجب أن يكون سهل حتى نستطيع استخدامه بسهولة. كذلك هو الحال بالنسبة للتقارير الرقابية، إذا قمت بإعداد تقارير معقدة وصعبة الفهم مش الفائدة منها ولا شيء. أيضا المرونة، النظام الرقابي يجب أن يكون مرن قابل للتكيف بحسب المستجدات. تعرفون أن البيئة تتغير والعديد من الأمور داخل المنشأة تتغير، إذا يجب أن يكون عندي نظام رقابي قابل كذلك للتكيف، وهذا مهم جدا. أخيرا النظام الرقابي الفعال هو النظام الرقابي الذي يمكن من تصحيح الانحرافات. يعني الهدف هو في الواقع من الرقابة، الهدف الأساسي هو إيش؟ هو اكتشاف الانحرافات من أجل إيش؟ تصحيح. فإذا كان النظام الرقابي الذي استخدمته لا يمكنني من القيام بإجراءات لتصحيح الانحرافات، وش هي الرقابة؟ وش فائدة الرقابة؟ هل فقط لمعاقبة المخالفين؟ لا لا لا، غير كافي. أهم شيء هو أنه تصحيح الانحرافات. أوكي؟ إذا عشان هيك العملية الرقابية أو وظيفة الرقابة هي من أهم الوظائف الإدارية. إذا هذا تقريبا كل شيء فيما يخص وظائف الإدارة. شفناها التخطيط، ثم التنظيم، ثم التوجيه، ثم رقابة. قبل ما نمر إلى النظريات ومراحل التطور الفكري الإداري في هذا المقرر، قلنا إنه في عندنا عنصر راح ناخذه يعني تقريبا في 10 دقائق إن شاء الله. عنصر يوضح لنا أهمية الإدارة عبر مقارنتها ودراسة علاقاتها مع مجموعة من العلوم الأخرى. في الواقع العديد من الباحثين يقولون أن علم الإدارة عنده علاقة بالعديد من العلوم الأخرى، وراح نشوف بعض الأمثلة في هذا السياق. وأول الأمثلة يا إخواني أخواتي هو علم الاقتصاد. علم الإدارة عنده علاقة وطيدة بعلم الاقتصاد، ولذلك تجدون أن معظم كليات الإدارة اسمهم إيش؟ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الاقتصاد والإدارة. لماذا؟ لأنه علم الاقتصاد وعلم الإدارة في بينهم ارتباط وثيق ووثيق جدا. الجانب الأول الذي يوضح لنا هذه العلاقة هو أنه تطبيق النظريات الاقتصادية من قبل المدير، وخاصة ما يسمى بقانون العرض والطلب، هذا يساعده بشكل كبير في اتخاذ القرارات الصحيحة. أيضا من مظاهر علاقة علم الاقتصاد بعلم الإدارة ضرورة أن يكون المدير ذو عقلية اقتصادية. إذا كان المدير لا يتمتع بحس اقتصادي، لا يستطيع أن يستخدم مثال الحوافز والأجور المناسبة.
لا يستطيع أن يتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تحدث في السوق، لا يستطيع أن يفهم السوق. تعرفون إخواني أخواتي أنه حتى على مستوى العالم في بعض الأحيان بتصير بعض الأزمات الاقتصادية التي تتضرر منها العديد من المنشآت حتى لو كانت عالمية. المنشآت التي تنجح وتستمر في ظل الأزمات الاقتصادية هي التي تدار من قبل مدراء يفهمون جيدا وعندهم حس اقتصادي، يفهمون وش الأزمات الاقتصادية، كيف يمكن التعامل مع الأزمات الاقتصادية، كيف نستطيع أن نفهم السوق ونتوقع هذه الأزمات الاقتصادية. إذن مهم جدا للإداري أن يكون عنده اطلاع على الاقتصاد، ولكن دون أن نكون بطبيعة الحال متعمقين جدا في علم الاقتصاد بطبيعة الحال. يعني على سبيل المثال اخواني اخواتي، احنا ك ك ك ك كمختصين في الإدارة في إدارة الأعمال لسنا مختصين في الاقتصاد، ولكن درسنا بعض المقررات، مبادئ الاقتصاد، الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي، يعني درسنا بعض المقررات الخاصة بالاقتصاد. ليش؟ لأنه هذه مفيدة ومفيدة جدا في عملنا الإداري، وبالتالي مهم جدا أن ندرس مقررات في علم الاقتصاد دون بطبيعة الحال أن نكون مختصين أو خبراء في الاقتصاد بطبيعة الحال. علم آخر عنده علاقة وسيطة بعلم الإدارة أخواني أخواتي هو علم النفس. علم النفس هو علم يبحث في سلوك الإنسان، دوافع سلوك الإنسان، مظاهر الحياة العقلية الشعورية واللاشعورية لسلوك الإنسان. هذا العلم عنده علاقة وطيدة بعلم الإدارة لسبب بسيط جدا. إحنا أخواني أخواتي لما ندير منشأة، يعني ندير موظفين، الموظفين هم إيش؟ هو الموظف هو إنسان عنده سلوك معين، عنده يعني دوافع شعورية وبعض الأحيان غير شعورية. الإداري الناجح، الإداري الذي يحسن التعامل مع الموظفين، هو الإداري اللي بيكون عنده معلومات وكفاءة في علم النفس، يعرف أن الموظف تصرف أو قام بتصرف معين لماذا؟ لأنه هنالك عنده دوافع معينة كذا وكذا وكذا. فكل ما كان المدير يخسر في علم النفس، كل ما كان عنده قدرة أكبر في التعامل الجيد مع الموظفين. إذا من جوانب علاقة علم الإدارة بعلم النفس أنه أول شيء كلاهما يتعامل مع البشر. الإداري يتعامل مع الموظفين، إذا علم الإدارة يتعامل مع الموظفين، وعلم النفس يتعامل مع الإنسان أو مع البشر بصفة عامة. الجانب الثاني أن كفاءة المدير كما قلت تزداد في التعامل مع فريق عمله إذا كان يعرف بعض أسرار علم النفس. قلنا نحن القائد حتى يستطيع أن يسيطر على الآخر يجب أن تكون عنده شخصية قوية، يجب أن يكون عنده يعني قدرة على التأثير في سلوك الآخرين، في بعض الأحيان بأمور نفسية، يعني بعض كلمات أو بعض السلوكيات التي قدمته بسيطة يستطيع الموظف، عفوا يستطيع المدير من خلالها أن يؤثر بسهولة تامة على الموظف. أيضا من جوانب علاقة علم الإدارة بعلم النفس هو ظهور علم جديد اسمه علم النفس الصناعي. علم النفس ولكن ايش؟ الصناعي، الذي يتعامل مع نفسية العمال داخل المصانع. إذا شفتوا علم النفس خاص بالموظفين داخل المصانع، هذا يبرز علاقة علم النفس بعلم الإدارة. في علم آخر كذلك عنده علاقة وطيدة بعلم الإدارة هو علم الاجتماع. لما نقول علم اجتماعي الذي هو علم يدرس الجماعات من حيث نشأتها، تطورها، تكوينها. إذا هنالك العديد من البحوث الاجتماعية التي لها علاقة وتفيد المختصين في علم الإدارة. يعني مثال الإداري الناجح هو اللي هو لما يجي يقوم بإنشاء منشأة أو قبل حتى ما يقوم بوضع اهداف المنشآت يقوم بدراسه المجتمع. يعني مثلا انت عشان تقوم بانشاء مصنع او منشاه في بلد معين، مهم جدا انك تدرس المجتمع وتدرس الثقافه حتى تعرف كيف تتصرف وكيف تتعامل مع هؤلاء الاشخاص. اذا قبل القيام باي مشروع ناجح يجب دراسه المجتمع الذي تريد ان تتوجه اليه. ايضا وخاصة في التسويق
يعني رسم السياسة التسويقية وسياسة المنشأة تعتمد بشكل كبير على دراسة اهتمامات المجتمع، أذواق المجتمع، التوزيع السكاني، توزيع الأعمار إلى آخره. يعني مثال، أنت عاوز تطرح مثال منتج خاص بالشباب في مجتمع معين، ولكن تكتشف أن المجتمع هذا معظمه من الشيوخ، وعدد ونسبة الشباب فيه ضئيلة وضئيلة جدا. هل هنالك فرصة لنجاح المشروع؟ لا. إذا مهم جدا دراسة المجتمع ودراسة اهتماماته وأذواقه، توزيع السكان، توزيع الأعمار، هذه مهمة جدا لنجاح الإدارة أو العمل الإداري. في عندنا علم آخر أيضا أخواني أخواتي له علاقة بعلم الإدارة، اللي هو العلوم الطبيعية. أي نعم، العلوم الطبيعية، لما نتحدث عن علوم طبيعية بطبيعة الحال كل ما هو علوم صحيحة، إن شاءنا رياضيات، فيزياء، كيمياء إلى آخره. الإدارة تستخدم هذه الأمور بشكل كبير وكبير جدا. يعني على سبيل المثال في علم جديد اسمه علم بحوث العمليات. علم بحوث العمليات هو نتاج يعني علاقة بين علم الإدارة والرياضيات والفيزياء. يعني يساعد متخذ القرار على اتخاذ قراراته بطرق علمية فيها استخدام للرياضيات بشكل كبير. عندنا كذلك الإحصاء. احنا عندنا مقرر اسمه الإحصاء كإداريين. لماذا؟ لأنه استخدام الإحصاء في الإدارة هذه نقطة مهمة جدا حتى نستطيع أن نتخذ القرارات الرشيدة داخل المنشأة. واستخدام الإحصاء من قبل الإدارة هو نتاج علاقة علم الإدارة بالرياضيات، لأن الإحصاء في الأصل هو إيش؟ هو نابع من الرياضيات، من العلوم الرياضية. أوكي؟ وبالتالي إذا هذه كذلك نقطة مهمة جدا من مظاهر علاقة علم الإدارة بالعلوم الطبيعية. أول شيء ظهور علم جديد اسمه بحوث العمليات، وكذلك استخدام الإحصاء في الإدارة. هذه كلها توضح أهمية علاقة علم الإدارة بالعلوم الطبيعية. أخيرا في علم آخر يسمى بالتنمية الاقتصادية، عنده علاقة كبيرة بعلم الإدارة. التنمية الاقتصادية، ولو أن العديد من الاقتصاديين يقولون أن التنمية الاقتصادية تخص الاقتصاد وليس الإدارة فقط، ولكن في الواقع أخواني أخواتي نحن لما نتحدث على الاقتصاد وعلى تنمية اقتصادية في بلد ما، الاقتصاد متكون من ماذا؟ متكون، أوكي صحيح، من المستهلكين وكذلك المنتجين. والمنتجين هم إيش؟ هم المنشآت، هي الشركات. فإذا كانت المنشآت هذه تدار بإدارة كفءة، وش اللي ممكن يحصل؟ المنشآت تنجح، ولما المنشآت تنجح الاقتصاد كله ينجح. وبالتالي إنه موضوع التنمية الاقتصادية عنده علاقة صحيح بالاقتصاد، ولكن عنده كذلك علاقة وطيدة جدا بالإدارة. إذا أردنا أن نقوم بتنمية حقيقية يجب أن نقوم بتحسين العمل الإداري حتى نرفع كفاءة المنشآت. إذا رفعنا كفاءة المنشآت فسوف تحصل بإذن الله التنمية الاقتصادية، وسوف يتطور الاقتصاد في أي بلد بطبيعة الحال. أوكي؟ إذا هذه إخواني أخواتي، وآسف إذا أطلت عليكم أو إذا يعني استخرجت بالمحاضرة، أردت أن أمشي معكم يعني وأعطيكم أهم التفاصيل. هذه إذا قلنا أهم الأفكار التي لدي في النقطة أو في المرحلة الأولى من هذا اللقاء الحي. قبل ما نمر إلى الجزء الثاني، في عندي كويز سريع من سؤالين. أوكي؟ بعطيكم دقيقتين. أوكي؟ دقيقتين أعتقد كافية. إذا قمت بتوزيع الكويز دقيقتين ونرجع لحله ومواصلة اللقاء الحالي. السلام عليكم. إذا نرجع لمحاضرتنا. عندهم عدد قليل وقليل جدا اللي اشتغل الكويز. اذا من مكونات الاتصال الفعال دقة المعلومة او ذكاء القائد او كل ما سبق او لا شيء مما سبق. هنا ننتبه.
دقة المعلومة أوكي هذا من التفكير، هي من مقومات الاتصال الفعال. طيب ذكاء القائد، ننتبه احنا قلنا ذكاء القائد هي من خصائص القيادي الناجح، من خصائص القيادي أو القائد الناجح، وليست مرتبطة وليست من مقومات الاتصال الفعال، وبالتالي لا يمكن أن تكون الإجابة كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي دقة المعلومة. آخر خطوة من خطوات الرقابة، احنا قلنا تحديد المعايير، بعدين عندنا مقارنة النتائج، والمرحلة الثالثة قياس الفروق والتعرف على أسبابها، والمرحلة الرابعة هي التصحيح للانحراف ومتابعة سير التنفيذ. وبالتالي الخطوة الأخيرة هي الإجابة الثالثة، تصحيح الانحراف ومتابعة سير التنفيذ. ممتاز. إذا كان هذا كويز سريع، ونمر إلى الجزء الثاني من لقائنا اليوم أخواني أخواتي، ومتعلق كما قلت بالحديث عن المراحل الأولى الخاصة بتطور الفكر الإداري. في الواقع إذا أردنا أنه يعني ناخذ المراحل من بدايتها، وهذا راح يكون صعب، فيجب علينا أن نرجع إلى عصور يعني قديمة وقديمة جدا، يعني نرجع ممكن نتحدث على الحضارة المصرية، الفراعنة، الحضارة الصينية، وحتى الحضارة الإسلامية ما شاء الله. ولكن إحنا عشان نتحدث على النظريات الإدارية خيرنا أنه نبدأ بالمرحلة ما يسمى بالعصر الحديث، وهي مرحلة ما بعد القرن التاسع عشر. هنا يعني بدأت يعني خلينا نقول بدأ الاعتراف بالإدارة كعلم، خلينا نقول، وبدأ الحديث على نظريات تحاول أن توفر للمنشآت مجموعة من الأفكار، مجموعة من القوانين، القواعد التي تساعدهم في إدارة المنشآت. وهنا أول ما ظهرت النظريات كما التي النظريات الإدارية كما قلت هي فترة ما بعد القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وأولى النظريات تندرج في داخل مدرسة أو داخل قسم اللي نسموه المدرسة التقليدية والمدرسة الكلاسيكية. أول النظريات التي ظهرت وحاول الباحثون من خلالها إعطاء أفكار تساعد المنشآت في ذلك الوقت على حل مشاكلها وتطوير أعمالها. أولى النظريات هي ثلاث نظريات. عندنا أول شيء نظرية الإدارة العلمية، نظرية شمولية الإدارة، والنظرية البيروقراطية. الثلاث نظريات هذه إخواني أخواتي تندرج تحت مسمى المدرسة التقليدية أو المدرسة الكلاسيكية التقليدية، يعني أول مدرسة إدارية خلينا نقول علمية ظهرت يعني في ذلك الوقت، يعني نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. إذا إحنا راح نتحدث اليوم على ثلاث نظريات هذه. إذا قلنا أول نظرية هي نظرية الإدارة العلمية، ورائد هذه النظرية هو يعني الباحث وعالم معروف جدا اللي هو فريدريك تايلر. فريدريك تايلر بين قوسين اخواني اخواتي مسمى يعني اسماء العلماء رواد النظريات مهم ومهم جدا. يعني يجب ان نعرف في كل نظريه من هو رائد هذه النظريه. هذه ترى نقاط مهمه ومهمه جدا. قلنا النظريه الاولى هي نظريه الاداره العلميه، ورائد هذه النظريه هو فريدريك تايلر. فريدريك تايلر ألف كتاب سنة 1911، وقام بإدراج في هذا الكتاب يعني مجموعة من التجارب والدراسات التي قام بها على مصنع صغير. قام بمجموعة من التجارب في هذا المصنع الصغير، ويعني تحصل على نتاج بالنسبة إليه. النتائج هذه يمكن تطبيقه على جميع المصانع، ويمكن أنها تنجح في جميع المصانع. بالنسبة لتايلر ولهذه النظرية، نظرية الإدارة العلمية، النظرية هذه إخواني أخواتي ارتكزت على أربعة جوانب
أساسية. الجانب الأول ما يسمى بالوصول إلى السبل المثلى. بالنسبة لتايلر هنالك طريقة واحدة مثلى للنجاح، one best way، وطريقة هذه يجب أن تكون طريقة علمية نستطيع من خلالها اكتشاف أجزاء العمل، تقسيم العمل بطريقة علمية، وقياس الوقت والحركة التي يتطلبها كل عمل، بحيث نحاول أنه يعني نتجنب الأوقات الوقت الضائع، ونتجنب يعني إضاعة الوقت بطريقة علمية بطبيعة الحال، حتى تستفيد المنشأة بأكثر قدر من مجهودات العمال. الجانب الثاني هو الاختيار العلمي للأفراد. بالنسبة لتايلر يقول لك أنه يجب أن نختار العمال بطريقة علمية، ونقوم بتدريبهم بطريقة علمية، ونخلق روح تنافس بينهم حتى ترتفع إنتاجيتهم. الجانب الثالث الذي ركز عليه تايلر هو الاهتمام بالحافز المالي. يعني بالنسبة إليه الحوافز هي حوافز مالية فقط. إذا أردت من الموظف أنه يشتغل أكثر فما عليك إلا أنك تقدم له حوافز مالية. هذه وجهة نظر تايلر. الجانب الرابع الذي ارتكزت عليه الإدارة النظرية هذه هو التخصص الوظيفي. بالنسبة لتايلر يجب أن يكون لدينا إدارة عليا معنية بالتخطيط والتنظيم، وإدارة دنيا فيها إدارة دنيا يعني معنية بالتنفيذ، وتقوم يعني بالإشراف بطريقة مباشرة على العمال حتى يقومون بتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم. وكل إدارة يجب عليها أن لا تتدخل في عمل الإدارة الأخرى. هذا هو التخصص الوظيفي. بالنسبة لتايلر إذا طبقنا هذه الأمور فنستطيع أن نزيل كل ما هو وقت ضايع وجهد غير مثمر أو جهد ضايع في العمل، لأن هذا كله بالنسبة إلي خسارة للمنشأة. كذلك إذا طبقنا هذه الأمور تستطيع المنشأة بسهولة أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا يؤدي إلى كفاءة أكثر للمنشأة. في الواقع هذه الأفكار، العديد من الأفكار لكن نحن حاولنا نأخذ البعض منها، هذه الأفكار بالنسبة لتايلر نجحت بشكل كبير في منشآت معينة. ولذلك النظرية هذه نظرية الإدارة العلمية من أهم النظريات اللي ولو أنه تم نقدها بشكل كبير إلا أنه إلى الآن هنالك العديد من الأشخاص الذين يؤمنون بهذه النظرية وبأهمية هذه النظرية. إذ أنه النظرية هذه ساهمت بشكل فعال في وقت ما في ارتفاع مستوى الإنتاجية وفي انخفاض التكاليف في العديد من المنشآت. يعني احنا لما نتحدث على عناية بالتدريب، عناية بالوقت، استخدام أسس علمية، هذا كله من شأن أنه يرفع أو يساهم في رفع الإنتاجية، وبالتالي يساهم في انخفاض التكاليف. أيضا هذه النظرية اعتبرت، وهذه من النقاط الإيجابية، اعتبرت نقطة تحول أساسية أعطت للفكر الإداري وزنا يماثل العلوم الأخرى. يعني قبل ظهور النظرية هذه وكل النظريات التقليدية الإدارة لم تكن تعتبر كعلم مقارنة بالعلوم الأخرى. باستخدام أو يعني بفضل هذه التجارب التي قام بها تايلر والأفكار التي أتى بها، يعني تم اعتبار الإدارة على أنها علم يستطيع أن يدرس، يستطيع أن يستخدم أسس علمية، وبالتالي هذه النظرية اعتبرت نقطة تحول أساسية أعطت الفكر الإداري وزنا يماثل العلوم الأخرى، وأصبح معترف به الإدارة على أنها علم مثل العلوم الأخرى. ولكن النظرية هذه عندها سلبيات وتم يعني نقدها بشكل كبير. أول شيء، السلبية الأولى هو أنه من خلال هذه النظرية العامل
يعني تم الملاحظة أن العامل ننظر إليه وكأنه آلة يمكن التحكم فيه عن طريق الإغراء المادي. يعني من خلال تايلر يقول لك الحوافز هي الحوافز مالية فقط. إذا أردت من الموظف أن يشتغل أكثر ما عليك إلا أنك تدفع له أكثر. هذه نظرة آلية للعامل، يعني العامل وكأنه آلة ما فيهاش مراعاة للنواحي الإنسانية والنفسية. وهذا مهم جدا، لأن يعني العامل صحيح إذا أعطيته حوافز مالية سوف يشتغل أكثر، ولكن إلى درجة معينة. العامل هو إنسان عنده طاقة محدودة، أكثر إذا شغلته أكثر من طاقته سوف لن تتحصل على النتائج حتى لو أعطيته يعني حوافز مالية إضافية. إذا النقطة السلبية الأولى هو أن هذه النظرية عاملة العامل وكأنه آلة يمكن التحكم فيها عن طريق هذه الحوافز المادية في ظل غياب كلي للنواحي النفسية والإنسانية. النقطة السلبية الثانية أخواني أخواتي أن هذه النظرية اقتصرت على دراسة مصنع صغير. تايلور أفكاره كلها مستوحاة من تجارب أقيمت على مصنع صغير، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن النظرية هذه شاملة. يعني الأعمال التي قام بها تايلور والتجارب التي قام بها تايلور في هذا المصنع الصغير لا نستطيع أن نحكم عليها ونقول أوكي هي صالحة لكل منشأة ولكل مكان ولكل زمان. وبالتالي اقتصاره على هذا المصنع الصغير يقلل من شموليتها. يعني إيه شموليتها؟ يعني لا نستطيع أنه نعتمدها ونعتمد عليها في كل المنشآت وفي كل المستويات الإدارية. وعليه ظهرت نظرية أخرى دائما في المدرسة التقليدية أو الكلاسيكية اللي هي النظرية التي طورها باحث أو مهندس فرنسي اللي هو هيري فاير. والنظرية هذه هي نظرية شمولية الإدارة. إذا النظرية الأولى نظرية الإدارة العلمية فريدريك تايلر، نظرية ثانية دائما في المدرسة الكلاسيكية نظرية شمولية الإدارة وطورها أو رائد هذه النظرية هو مهندس فرنسي هنري فايل. وهنري فايل يعني باحث خلينا نقول وأنه مهندس، ولكنه أعطى العديد من الأفكار الإدارية والعديد من الأسس والمبادئ الإدارية التي إلى حد الآن يعني نستخدمها وندرسها وندرسها لطلابنا. وقدم في كتابه الإدارة العامة والصناعية العديد من الأفكار والأسس والتي على ضوئه بنيت هذه الشمولية، شمولية الإدارة. بطبيعة الحال لماذا اسمها نظرية شمولية الإدارة؟ لأنه حاول من خلال نظريته أن يتلافى نقائص نظرية الإدارة العلمية ويفكر ويقدم عفوا أفكار أكثر شمولية، أفكار يمكن تطبيقها في العديد من المنشآت وليس فقط في مصنع صغير. من الأفكار التي أتى بها هنري فاير أن أول شيء ما يسمى بعناصر الإدارة. بالنسبة لهنري فاير أي منظمة اقتصادية يجب أن تمارس ست أنشطة في مجموعها تسمى عناصر الإدارة، على عكس تايلر اللي قال أنه عندك مستويين فقط، إدارة عليا وإدارة دنيا فقط. هنري فاير قال لك لا، هنالك أكثر من ذلك، هنالك ست عناصر أساسية التي يعني تعتبر الأنشطة الإدارية الأساسية. على مثال عندنا عنصر فني الذي يهتم بكل نوع إنتاج وتصنيع، عندنا عنصر تجاري يهتم بكل نوع عملية بيع وشراء، عندنا عنصر مالي يهتم بتوفير رأس المال وإدارة الموارد المالية، عندنا عنصر وقائي معنى بحماية ممتلكات المنشأة، عندنا عنصر محاسبي كل ما هو محاسبة التكاليف وإعداد ميزانيات إلى آخره، وعندنا عنصر إداري يهتم بعناصر الإدارة مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. العناصر هذه يمكن أن تنعكس داخل كل منشأة في شكل أنشطة
إدارية، الأنشطة الفنية، التجارية، المالية، الوقائية، المحاسبية إلى آخره. وكأنه يعني الأقسام الإدارية الأساسية أو الوظائف الإدارية الأساسية يعني انعكست في هذه العناصر الست. إذا هاري فاير أعطانا يعني إضافة أولى، هي عناصر تحدث عن عناصر الإدارة. هاري فاير أعطانا إضافة أخرى تحدث على الصفات الإدارية، صفات الإداري الناجح. يعني بالنسبة لهاري فايل، الإداري الناجح الذي يستطيع أن يقوم بعمله على أكمل وجه يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات الإدارية، وهذا أفكار لم يتحدث عليها فريدريك تايلر في السابق. يعني الصفات هذه على وجه صفات بدنية. الإداري الناجح هو شخص يتمتع ببنية جسدية سليمة، يتمتع بالصحة بالقوة حتى يستطيع أن يقوم بعمله الإداري، لأن العمل الإداري متعب. صفات عقلية، الإداري الناجح يجب أن يكون عنده قدرة على الفهم وعلى الدراسة وعلى الحكم الصحيح على الأشياء حتى يستطيع أن يتخذ القرارات المناسبة. ثالثا، الإداري الناجح هو الذي يتمتع بصفة خلقية، يعني أن يكون عنده حيوية، حزم، ولاء، عنده روح الابتكار، يعني مجموعة من السمات الشخصية التي إن توفرت لديه فيستطيع أن يصبح إداري ناجح. عندنا كذلك إخواني أخواتي صفة رابعة، هي الثقافة العامة. الإدارة الناجح هو الذي يكون عنده إلمام بالمعلومات العامة ويعرف يعني العالم المحيط ويقدر يدرس البيئة المحيطة ويدرس السوق على أحسن وجه. الثقافة العامة يعني كذلك إخواني أخواتي يعني يكون على دراية بكل ما يحدث وعنده دراية بكل الأقسام وبكل الأنشطة الإدارية. يعني على سبيل المثال شخص لما يدير منشأة يجب أن يكون عنده دراية بالأمور الفنية، دراية بالأمور المالية، دراية بالأمور المحاسبية، بالأمور التجارية، يعني يكون عنده ثقافة عامة يفهم في كل شيء ولو شوي شوي، هذا مهم جدا. أيضا الإدارة الناجحة يجب أن تكون عنده ثقافة خاصة، يعني يكون خبير بالأمور التي تتعلق بالوظيفة التي يؤديها. إذا كنت مدير تسويق يجب أن يكون عندك خبرة في مجال التسويق، وليس فقط مجرد معلومات حول التسويق، لا، يجب أن يكون عندك خبرة، هذه الثقافة الخاصة. أخيرا الصفة السادسة هي الخبرة. الإدارة الناجح هو اللي بيكون عنده خبرة تراكمية. من أجل ذلك احنا في أول محاضرة قلنا إخواني أخواتي أن الإدارة هي علم وفن أساسا. العلم عنده الجانب العلمي والفن عنده الجانب الممارسة. الإداري الناجح هو الإداري اللي عنده علم الإدارة وعنده كذلك الخبرة، عنده تراكم الخبرات. لا تستطيع أن تكون إداري ناجح إذا لم تمارس العمل الإداري طيلة سنوات، لأن هذه الممارسة هي التي تولد لك الخبرة وتولد لك الجانب الفني إن شاء الله. هذه إذا أفكار أخرى أعطاها قدمها هاري فايل. هاري فايل كذلك إخواني أخواتي تحدث على يعني على جوانب مهمة ومهمة جدا إلى الحين، إلى الآن نستخدمها بشكل كبير، هو ما يسمى بمبادئ الإدارة العامة. هاري فايل قدم في نظريته 14 مبدأ أساسي من واقع يعني خبرته في العمل الإداري. وبالنسبة إليه ال 14 مبدأ هي مهمة جدا لنجاح العمل الإداري. من بين هذه المبادئ أخواني أخواتي، أحاول ناخذها يعني سريعا. من بين المبادئ أن أول شيء أن تقسيم العمل. بالنسبة لهاري فاير مهم جدا تقسيم العمل، وأن كل شخص يشتغل ويمارس التخصص الذي يكفل استخدام الأمثل الطاقة البشرية. يعني يجب أن نقسم العمل كل حسب تخصصه، حسب وظيفته، حتى لا يصبح لدينا ازدواجية في العمل. كذلك مبدأ ثاني وحدة الأمر.
بالنسبة لهاري فاين مهم جدا، لأن العامل يتلقى الأوامر من شخص واحد فقط ويرفع التقارير لشخص واحد فقط، وإلا تصبح هنالك فوضى في العمل. من المبادئ التي أتى بها هاري فاين كذلك إخواني أخواتي هي وحدة التوجيه. يجب على الإدارات المتشابهة أن يكون لديها رئيس واحد فقط، حتى لا يصبح هنالك ازدواجية، وحتى يصبح هنالك انضباط أكبر في العمل. إذا وحدة التوجيه، المدير أو كل شخص سوف يوجه الموظفين الذين يقومون بأعمال متشابهة، وحدة التوجيه. عندنا أيضا مبدأ آخر متعلق بالسلطة والمسؤولية، يجب أن يكون هنالك توازن بين السلطة والمسؤولية. إخواني أخواتي، لو كان هنالك لديكم أي تساؤل رجاء تكتبوه في الشات، لأني يعني أغلقت الميكروفون، أوكي، وبالتالي رجاء عند الشات مفتوح، إذا كان هنالك أي سؤال رجاء يعني تكتبوه من خلال الشات. قلنا المبدأ الرابع هو التكافؤ بين السلطة والمسؤولية. الشخص اللي بنعطيه سلطة هو مسؤول عن هذه السلطة، هو مسؤول عن اتخاذ القرارات. إذا قمنا بتعيين شخص كمدير تسويق فهو مسؤول، عفوا، أول شيء عنده سلطة على كل ما هو تسويق، وفي نفس الوقت مسؤول عن كل شيء يحصل في قسم التسويق سواء كان شيء إيجابي أو سلبي. إذا يجب أن يكون هنالك توازن بين السلطة والمسؤولية. المبدأ الخامس الانضباط في العمل. لابد أن يكون هنالك انضباط في العمل، وبالتالي أو وإلا فلن نستطيع تحقيق الأهداف يعني المرسومة. المبدأ السادس بالنسبة لهاري فاير بطبيعة الحال هو المركزية. بالنسبة لهاري فاير المركزية مهمة جدا، بحيث أن السلطة يجب أن تكون مركزة في مستوى الإدارة العليا من الإدارة. مبدأ آخر، مبدأ السابع، هو العدالة. يجب أن يكون هنالك عدالة وموازنة بين الوظيفة والأجر، فلا نطلب من الموظفين أعمال كبيرة مقابل مثال أجر زهيد. هذا مهم جدا بالنسبة لهاري فاين، العدالة. من مبادئ هاري فاين أيضا الخضوع للمصلحة، يعني تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة داخل المنشأة. إذا لم نراعي المصلحة العامة واهتمينا بالمصلحة الخاصة للأشخاص، فهذا سوف ينعكس سلبا على المنشأة وعلى نجاح العمل الإداري داخل المنشأة. رجاء عاوز أتأكد هل أن الصوت واضح قبل ما أواصل. رجاء إخواني أخواتي، لأنه ما فيش نظرا لأنه ما فيش تفاعل، فعاوز اتاكد انه على الاقل انه الصوت يصلكم واضح. طيب، ممتاز، جزاكم الله كل خير. اذا هذه تقريبا بضع مبادئ، لا نستطيع ان ناخذ كل المبادئ لانه هذا سوف ياخذ منا وقت طويل على حساب المحاضره. اذا قلنا المركزيه، العداله، المصلحه، ضروره تعويض الموظفين، التدرج الهرمي للسلطة، يجب أن يكون عندك مدير تحت كل مدير مجموعة من المشرفين، تحت كل مشرف مجموعة من الموظفين، يجب أن يكون ذلك تدرج هرمي، تدرج رئاسي للسلطة. يعني شوف العديد من المبادئ هذه، العديد من الأفكار في الواقع موجودة إلى يومنا هذا ومعمول بها إلى يومنا هذا، وهذا يوضح أهمية هذه النظرية، وخلينا نقول حتى المسمى حقه يعني ذو دلالة، شمولية الإدارة، لأنه يعني حاول هاري فاين أن يقدم لنا العديد من الأفكار الشاملة بين قوسين، الشاملة لكل المواضيع الإدارية ولكل المنشآت مهما كان مكانها وزمانها. وبالتالي نستطيع أن نقول أن النظرية هذه قدمت العديد من الإيجابيات. أول شيء، نظرية شمولية الإدارة بين قوسين مهم جدا بالإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل نظرية إدارية. إذا قلنا من النقاط الإيجابية لهذه النظرية، أول شيء إخواني أخواتي،
أنها حاولت معالجة قصور نظرية الإدارة العلمية، فجاءت لتشمل كل المنظمات، وذلك عبر التركيز على كل الأعمال الإدارية. يعني نظرية الإدارة العلمية اللي شفناها في البداية اقتصرت على مصنع صغير اهتمت فقط بإدارة عليا وإدارة تنفيذية فقط، لم تهتم بالإدارات الأخرى، إدارة مالية أو إدارة محاسبية وغيره. نظرية شمولية الإدارة حاولت معالجة أو علاج هذا القصور. النقطة الإيجابية الثانية أن النظرية هذه عوض الاهتمام بجزئية الحركة والزمن اللي اعتمدته نظرية الإدارة العلمية. النظرية هذه ركزت على الإدارة كنظرية يمكن تعلمها والإحاطة بوظائفها يعني الأساسية. إذا ركزت على الإدارة كنظرية يمكن تعلمها، ولم تركز فقط على الجزئيات العلمية، حركة الوظيفة هذه كم، والحركة هذه كم تتطلب من الوقت إلى آخره، يعني دخول في تفاصيل كبيرة ممكن ما عندهاش فائدة كبرى في العمل الإداري. ولكن النظرية هذه كذلك عندها بعض النقاط السلبية. على أول شيء المبادئ هذه الـ14 اللي احنا أخذنا البعض منها كانت مجرد عرف لم تمارس بشكل عملي، وبالتالي هذا يخلينا نشك في بعض الأحيان في شمولية وفي عالمية هذه النظرية. يعني البعض من الباحثين يقول لك اوكي صحيح ان العديد من او البعض من هذه المبادئ معمول بها الى حد الان، ولكن ليست كل المبادئ صالحه لكل مكان ولكل زمان، وبالتالي هنالك من يشكك في عالميه وفي شموليه هذه النظريه. ايضا النقطه السلبيه الثانيه هو عدم وضوح الرؤيه في بعض المبادئ. يعني بعض المبادئ بما انها كانت مجرد عرف ولم تتم تجربتها، البعض يرى انها غير واضحه، بل اكثر من ذلك البعض يرى انه هنالك مبادئ من هذه المبادئ متعارضه فيما بينها او متشابهه الى حد كبير، وبالتالي هذا يخلي عدم وضوح في هذه المبادئ، وهذا كذلك ايضا يشكك او يجعل بعض الاشخاص يشككون في هذه النظريه. إذا هذا كل ما لدي بالنسبة لنظرية شمولية الإدارة. في نظرية أخرى أيضا تصنف من نظريات تابعة للمدرسة التقليدية والمدرسة الكلاسيكية، هي نظرية البيروقراطية. عفوا، البيروقراطية. البيروقراطية الكلمة هذه مستخدمة إلى يومنا هذا في الواقع أخواني الأخوات بشكل كبير، وإن كان استخدامها حاليا سلبي، ولكن يعني في الأصل الكلمة هذه والمصطلح هذا ليس له أبعاد سلبية، بالعكس عنده أبعاد إيجابية وإيجابية جدا. النظرية هذه أخواني أخواتي رائدها هو عالم ألماني مشهور اسمه ماكس فيبر، أو نسميه كذلك ماكس ويبر، الكلمتان صحيحتان، ماكس فيبر أو ماكس ويبر، أوكي الاثنين صحيح. هو عالم ألماني وضع حجر الأساس للبيروقراطية، وفي الواقع كلمة بيروقراطية أصلها يعني مزج من كلمتين في القاموس اسمها بيروكراسي. بيرو هو مكتب، كراسي هو حكم، وبالتالي بيروقراطية أو بيروكراسي هي معناها حكم المكتب، حكم المكتب أو صاحب المكتب. يعني الفكرة الأساسية في البيروقراطية أنه أي تنظيم قام على أسس معينة، على تنظيم هرمي، على تسلسل للسلطات، والنظام الذي يحكم البيروقراطية هي نظام يحكم عمل المكتب، ويجعل المكتب هو الذي يحكم عمل الإدارة. يعني اللي عنده سلطة داخل المنشأة هو شخص عنده مكتب، يعني كل مكتب عنده سلطة معينة، بالتالي المكتب بالنسبة للبيروقراطية هي خلينا نقول مصطلح أو جزء أساسي، نقطة أساسية من هذه النظرية. و
يعني بيروقراطية قائمة كذلك على التقسيم الإداري وعلى تقسيم العمل المكتبي بشكل كبير. كل شخص عنده مكتب، يعني عنده تأثير معين، عنده سلطة معينة، وهذه السلطة تؤدي إلى انضباط أكثر في العمل وإلى تنظيم أكبر في العمل. وفي الواقع أخواني أخواتي، إحنا لما نشوف حتى الباحث هذا والعالم هذا وجنسيته عالم ألماني، نحن نعلم جيدا يعني الألمان وانضباطهم الكبير في العمل والنظام الذي يعني خلينا نقول الجدية والانضباط في العمل الموجود عندهم. وهذا ينعكس في هذه النظرية البيروقراطية اللي في الواقع كانت حجر الأساس لانبثاق العديد من المنظمات، وخاصة المنظمات الحكومية. العديد من المنظمات الحكومية إلى يومنا هذا تشتغل خلينا نقول بشكل نظامي بشكل كبير، و بشكل يعتمد على السلطات، على سلطة المكتب. احنا لما نروح إلى أي إدارة حكومية حتى نقوم بمعاملة معينة، لعلنا نلاحظ أنه كل مكتب تقريبا عنده سلطة معينة. يعني المكتب كذا راح يطلع لك الورقة كذا، المكتب كذا راح يسوي لك الختم كذا، يعني كل مكتب عنده تخصص معين وعنده سلطة معينة، أوكي؟ وهذا في الأصل نابع من البيروقراطية. البيروقراطية إخواني أخواتي لديها 6 خصائص، عفوا 7 خصائص و7 أسس للبيروقراطية. تسمى خصائص النظام البيروقراطي، هذه كذلك نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى والخاصية الأولى هي التخصص. بحسب البيروقراطية، مجالات التخصص محددة رسميا وبشكل ثابت، رسميا وبشكل إيش؟ ثابت، عن طريق قواعد وعن طريق تعليمات ولوائح مكتوبة، يجب أن تكون مكتوبة وأن تتخذ الطابع الرسمي وأن تكون موثقة حتى يعني نتحدث على انضباط في العمل. إذا التخصص ومجالات التخصص محددة رسميا في البيروقراطية. من خصائص النظام البيروقراطي أيضا إخواني أخواتي التدرج الرئاسي للسلطة. المنشأ أو الهيكل التنظيمي ينقسم إلى عدة مستويات ويتخذ شكل هرمي. لماذا شكل هرمي؟ لأنه في كل مستوى هو عبارة على سلطة معينة، وكل سلطة معينة يعني لديها تحتها عدد معين من الموظفين. ولعل هذا نلاحظ حتى في المنشآت الحالية، عندك مدير مثال مدير منشأة، وتحته مثال خلينا نقول مدير تسويق، مدير إنتاج، مدير موارد بشرية، 3 أشخاص فقط، وكل مدير يقوم بالإشراف على مجموعة من الموظفين. وبالتالي إذا أردنا أن نرسم الهيكل التنظيمي سوف نجد أنه الشكل حقه إيش؟ هرمي. لماذا؟ لأنه كل ما مررنا في المستويات، كل ما نزلنا في المستويات الإدارية، كل ما كان عدد الموظفين أكثر، وبالتالي كان التنظيم إيش؟ يكون هرم. إذا النقطة الثانية والخاصية الثانية للنظام البيروقراطي هو التدرج الرئاسي للسلطة، إذ أن الهيكل التنظيمي ينقسم إلى عدة مستويات ويتخذ شكل هرمي. طبيعة الحال عدد المستويات يزيد أو ينقص حسب حجم المنظمة وحسب عدد الموظفين الموجودين في كل منظمة. وبطبيعة الحال كل مستوى يخضع لسلطة المستوى الذي يعلوه، هذا شيء طبيعي، كل مستوى يخضع لسلطة المستوى الذي يعلوه. الخاصية الثالثة هي القواعد والتعليمات التي تحدد الحقوق والواجبات لكل موظف. يعني كل موظف معروف ما له وما عليه، معروف وش هي حقوقه وش هي واجباته، كلها موثقة ومكتوبة بشكل يعني ثابت وفي شكل قواعد وتعليمات، حتى يعني لا حتى لا تصير هنالك خلينا نقول تلاعبات أو انحرافات. الخاصية الرابعة أخواني أخواتي هي عدم التحيز في اتخاذ القرارات. بحسب النظام البيروقراطي، عملية اتخاذ القرار يجب أن تبتعد عن النزعة الذاتية، يجب أن تكون مبنية على قناعات ثابتة ليس لها علاقة بالأشخاص وليس لها علاقة بمصالح الأشخاص. أوكي؟ يجب أن يكون كل شيء على أسس
ثابتة علمية موثقة واضحة ما فيها ولا تحيز ولا عواطف. النقطة الخامسة أو الخصيلة الخامسة هي الكفاءة. بحسب البيروقراطية، عملية تعيين الموظفين، عملية ترقية الموظفين، عملية إسناد المسؤوليات يجب أن تكون مبنية على الكفاءة فقط وليس على أسس أخرى شخصية أو عاطفية. طبيعة الحال هذه نقطة مهمة جدا، يعني إذا كان التعيين والترقية كله بيكون على أساس الكفاءة، هذا سوف يعطي انضباط أكثر في العمل وسوف يعطي نتائج أفضل بالنسبة للمنشأة. الخاصية السادسة للنظام البيروقراطي يا إخواني أخواتي ما يسمى بالاستقرار الوظيفي. البيروقراطية تعطي أهمية كبيرة للاستقرار الوظيفي. فالعامل في المنظمة البيروقراطية يعمل فيها طوال عمره وبالتالي يشعر بالاستقرار الوظيفي، يشعر بالأمان الوظيفي. يعني النظام البيروقراطي يكفل له العلاوات، يكفل له الرواتب، الطاقات إلى آخره، ويكفل له الاستمرارية في وظيفته. هذه نقطة مهمة بطبيعة الحال، استقرار الوظيفة، ولو أنه في بعض الأحيان ممكن هذا يكون عنده آثار سلبية، يعني لما يكون شخص يحس بالأمان الوظيفي أكثر من اللازم ممكن هذا يخليه مثال يتهاون في القيام بعمله إلى آخره. هذه من النقاط أيضا من السلبية لهذه النظرية، وإن كانت من الخصائص كذلك. الخاصية السابعة للنظام البيروقراطي أخواني أخواتي، كل خاصيتان مهمة جدا. الخاصية السابعة هي خاصية المكتب. احنا قلنا البيروقراطية هي حكم المكتب، بيروقراسي حكم المكتب. الخاصية السابعة هي خاصية المكتب. المكتب هو شخصية اعتبارية، صحيح تحفظ فيها السجلات والوثائق إلى آخره، ولكن أيضا هي شخصية اعتبارية لديها سلطة. كما قلنا قبل شوي، كل مكتب عنده سلطة معينة. لما نقول مكتب مدير المبيعات يعني عنده سلطة على كل ما هو مبيعات، مكتب مثال المحاسب يعني عنده سلطة على كل ما هو عمليات محاسبية، وبالتالي المكتب هو الشخصية الاعتبارية، يعني تمثل حجر أساس البيروقراطية، ويكون عنده سلطات معينة، ويعني هذا من خاصيات البيروقراطية. كما قلت البيروقراطية الأفكار الخاصة بالنظرية البيروقراطية مهمة من حيث أنها أفادت العديد من المنشآت خاصة الإدارات الحكومية، وساعدت على تنظيم العمل بشكل كبير وعلى الانضباط كذلك في العمل في العديد من المنشآت، وهذا نقطة مهمة جدا. ولذلك فالبيروقراطية لديه إيجابيات حقيقية. أول شيء، النقطة الإيجابية الأولى، أن هذه النظرية هذه أثبتت جدواها في تحقيق الأهداف الإدارية، وأثبتت جدواها في العديد من المنشآت من حيث مساعدتها على النمو الاقتصادي وعلى النجاح بشكل كبير، بحيث بما أن العمل أصبح منظم بشكل كبير وموثق بشكل كبير جدا. أيضا هذه النظرية تعتبر أول نموذج يحمل الصفات الأساسية التي يجب أن تتوفر في المنظمات وفي المؤسسات الحكومية. عشان هيك احنا قلنا العديد من الإدارات والمؤسسات الحكومية هيكلها التنظيمي وطريقة عملها مبنية بشكل كبير على النظرية البيروقراطية منذ القدم. ولكن النظرية هذه عندها سلبيات. أولى السلبيات هي مواصلة هذه النظرة الآلية للموظف. يعني بحسب هذه النظرية الموظف هو الذي يجب أن يلائم الوظيفة وليس العكس، وبالتالي في حتى حسب هذه النظرية ما فيش اعتبار للأمور النفسية والأمور الاجتماعية للموظف، ظلينا دائما ننظر إلى الموظف نظرة آلية. النقطة السلبية هي المركزية. احنا قلنا من خصائص النظام البيروقراطي هو التدرج الرئاسي والهرمي. لما قلت تدرج رئاسي وهرمي يعني السلطات دائما موجودة عند الإدارة العليا، وهذا يعني إيش؟ مركزية. البيروقراطية المبنية على المركزية بشكل كبير، والمركزية هذه وإن كانت محببة في وضعيات معينة، إلا أنه مع مرور الوقت ومرور الزمن
ثبت أن المبالغة في هذه المركزية عندها آثار سلبية على المنشأة وعلى الموظفين، لأن الإدارة العليا مهما كانت كفاءتها لا تستطيع أن تكون مختصة في كل الأمور، ولا تستطيع أن تتخذ بمفردها كل القرارات. أوكي، مهم جدا خلينا نقول إعطاء بعض الصلاحيات لبعض الموظفين المختصين حتى تسير الأمور بسرعة وبأكثر كفاءة. وبالتالي إذا من السلبيات التي لوحظت في هذه النظرية هي مبالغتها في المركزية. المبالغة في المركزية ممكن تخلق مشاكل داخل المنظمة، تخلق بيئة عمل فيها ضغوطات على الموظفين، هذا يؤثر سلبا على نفسيتهم ويؤثر سلبا بطبيعة الحال على كفاءتهم. أوكي؟ إذا هذا أهم الأفكار الموجودة لدي. كما قلت في عندي كويز آخر. كويز هذا في 4 أسئلة. السؤال الأول يخص علاقة علم الإدارة بعلوم أخرى اللي شفناها قبل شوي، و3 أسئلة تخص ال3 نظريات اللي شفناها إلى حد الآن. أعيد وأذكر أخواني الأخوات أنه إحنا الحين شفنا سريعا 3 نظريات: نظرية الإدارة العلمية، نظرية شمولية الإدارة، ونظرية البيروقراطية. ال3 نظريات هذه كلها تنتمي إلى مدرسة واحدة، اللي هي المدرسة التقليدية أو المدرسة الكلاسيكية، أول مدرسة من المدارس العلمية الإدارية. إذا قلت عندي كويز في 4 أسئلة، راح أعطيكم 4 دقائق. أوكي، وأقوم بتوزيع الكويز الحين. إذا ظهر الكويز نرجع بعد 4 دقائق لتصحيحه ولإنهاء المحاضرة. السلام عليكم. إذا أنت الله بشوف في الشاشة أنه بعض الأخوة والأخوات لم يظهر لهم الكويس، ولكن بعض آخر ظهر الكويس باعتبار أنه هنالك إجابات. والله ما بعرف وش السبب، ولكن النصيحة أخواني أخواتي تتواصلون مع الدعم الفني في عمادة التعليم الإلكتروني، هم اللي يستطيعون يعني إفادتكم لماذا يعني الكويز ما يطلع. أوكي، ولكن كما قلت يعني من ناحية أنا ما عنديش إشكال تقني باعتبار أنه في أخوة وأخوات طلع الكويز عندهم وقاموا بالإجابة. إذا السؤال الأول قلنا بالمظاهر، مظاهر العلاقة بين الإدارة أو علم الإدارة والعلوم الطبيعية. ظهور علم جديد، هل هو علم النفس الصناعي أو علم الاجتماع أو بحوث العمليات أو التنمية الاقتصادية؟ طبيعة الحال الإجابة الصحيحة هي بحوث العمليات. علم النفس الصناعي هذا علم ظهر أو هو من مظاهر العلاقة بين علم الإدارة وعلم النفس. علم النفس الصناعي. علم الاجتماع مع يعني ليس الإجابة، وكذلك التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تكون هي الإجابة. طيب، بعدين عندنا من إيجابيات نظرية الإدارة العلمية هل الاهتمام بالعنصر البشري ككيان اجتماعي ونفسي، أو نتائجه مستمدة من التطبيق على مصانع كبيرة الحجم، أو مساهمتها في ارتفاع التكاليف، أو مساهمتها في ارتفاع مستوى الإنتاجية. طبيعة الحال إخواني أخواتي ببساطة، إذا حتى ولو كان الواحد منا ناسي يعني الإجابات الصحيحة، يمكن أنه يفكر شوي وفي البعض منها واضح أنها ليست صحيحة. يعني على سبيل المثال الأولى، الاهتمام بالعنصر البشري. بالعكس، احنا قلنا النظريات كلها المتعلقة بالمدرسة الكلاسيكية كلها عندها نظرة آلية للموظف، ولا تهتم بالموظف وبالأمور النفسية للموظف، وبالتالي لا يمكن أن تكون الإجابة الأولى.
الإجابة الثانية وش تقول؟ نتائجها أو الاقتراح الثاني، نتائجها مستمدة من التطبيق على مصانع كبيرة الحجم. بالعكس، تذكرون نحن قلنا فريدريك تايلر قام بالتجارة في مصنع صغير. بالتالي هذه ليست من الإيجابيات. من إيجابياتها قال إيش؟ مساهمتها في ارتفاع التكاليف. شوف، هو أول شيء احنا قلنا من إيجابياتها مساهمتها في انخفاض التكاليف، هذه نقطة. النقطة الثانية، احنا لما نقول بالإيجابيات، هل أن المساهمة في ارتفاع التكاليف يمكن أن تكون نقطة إيجابية؟ بالعكس، هي نقطة سلبية أصلا. أوكي؟ ارتفاع التكاليف هي نقطة سلبية ليست نقطة إيجابية، وبالتالي كذلك حتى لو كان واحد من الناسي الاقتراح الثالث لا يمكن أن يكون إجابة صحيحة. بعدين قال مساهمته في ارتفاع مستوى الإنتاجية بطبيعة الحال، هذه هي من إيجابيات نظرية الإدارة العلمية. السؤال الثالث إخواني أخواتي، من سلبيات النظرية البيروقراطية، من سلبياتها هل الرسمية أو ملامسة للقطاع الخاص أو اللامركزية أو لا شيء مما سبق؟ فيما يخص الرسمية، هي ليست من السلبيات، احنا قلنا بالعكس أنه الأمور لما تكون رسمية موثقة إلى آخره، هذه لم تكن من سلبيات النظرية البيروقراطية. ملائمتها للقطاع الخاص، لا، احنا قلنا لا، هي كانت ملائمة للقطاع العام. وأيضا حتى كلمة ملائمة ليست نقطة سلبية، نقطة إيجابية، بالتالي لا يمكن أن تكون من سلبياتها. اللا مركزية، هنا ننتبه، البعض يقول لك من سلبيات النظرية، احنا شفنا ايش؟ المركزية وليس اللا مركزية، اللا مركزية هي عكس المركزية. وبالتالي هنا اللا مركزية ليست إجابة صحيحة، الإجابة الصحيحة لا شيء مما سبق. لأنه من سلبيات النظرية البيروقراطية قلنا أول شيء عندنا المركزية والنظرة الآلية للموظف. أوكي؟ وبالتالي الإجابة الصحيحة لا شيء مما سبق. السؤال الرابع أخواني أخواتي، من إيجابيات نظرية شمولية الإدارة، هل عالجت قصور نظرية الإدارة العلمية، أو ركزت على الإدارة كنظرية يمكن تعلمها، أو كل ما سبق، أو لا شيء مما سبق؟ طيب، إحنا قلنا من إيجابيات نظرية شمولية الإدارة أنها عالجت قصور نظرية الإدارة العلمية، هذا متفقين عليه، وكذلك ركزت على الإدارة كنظرية يمكن تعلمها، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق. أوكي؟ إذا هذا بهذا الكويز إخواني أخواتي نكون أنهينا هذين اللقاءين الحيين الخامس والسادس. نلتقي إن شاء الله بعد غد يوم الخميس في اللقاءين الحيين السابع والثامن. إن شاء الله بعد شوي أو غدا سوف أقوم بإنشاء اللقاءين السابع والثامن، وأعلمكم بذلك في المنتدى. إذا كان هنالك أي أسئلة، رجاء لا تترددوا في طرحها عبر المنتدى. نلتقي إذا إن شاء الله يوم الخميس. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.